رغم ان سن قوانين حقوق الانسان وتثبيت حقوق المراه في معظم التسافيل الدول، الا ان اغلب المجتمعات الشرقيه وخصوصا الدول العربيه لا زالت تعاني من عقده اجتماعيه ضد المراه. لكن في مصر احنا هنا الوضع بيختلف. المراه بتنتزع كثير من حقوقها، حتى ان الدستور المصري الحالي بينص الماده 11 منه ايه؟ بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية. يا سيدي لو سمحت. معلش عايزين الدقيقتين. فالمادة 11 من الدستور المصري بتكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. هل الكلام ده اتحقق؟ ما اتحققش. في مرأة شافت ان الكلام ده اتحقق؟ ما اتحققش. حتى في البرلمان لما سمحوا لها انها تدخل البرلمان ما سمحتش بنسبة 50% كقوة بشرية موجودة. وانا اقول شايفة ان المرأة شد حيلي اتحقق بوجودها، يعني المرأة مشاركة سياسية في كل حاجة. مشاركة سياسية بس مش بالنسبة اللي هي المفروض تنتزعها لنفسها. المرأة لازم تكون أقوى، لازم تدي. ما انت حضرتك تحيي المرأة المصرية، حضرتك ما حييتيش وانت على المنصة، ما قلتيش تحية للمرأة المصرية، انت قلتي بحيي رؤساء الأحزاب وحيي الشباب. الشباب والشباب. لا ما قلتيش المرأة المصرية. الشباب والشباب. اللي زعلانه الاستاذه عشانها شاركت في جميع الثورات، ثوره 19 لثوره 56 لثوره 25 لثوره 30/6 لثوره 3/7. شاركت بكل جهدها، فلازم تشارك في الحياه الاقتصاديه ايضا. تشارك في الحياه الاقتصاديه بايه؟ بعطائها، ببنائها. انا اتذكر كلمه الامين العام من حوالي اسبوعين في مؤتمر المرأة العالمي، قال ايه الامين العام؟ فلابد من اعطاء الاولوية لمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، اذا اريد لهذه الخطة ان تصدر عن تحول حقيقي في العالم. لن يحقق ابدا 100% من اهدافه ما لم يحقق 50% من ساكنيه امكانياتهم الكامله، ويقصد هنا من ساكنيه في امكانياتهم الكامله هي المراه.